بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان النشر والتحليل للرابعة متوسط لبيام 2012. قال لتكون العبارة أ عندها العبارة اللي هي أ تساوي 4x ناقص 1 الكل مربع ناقص 3x زائد 2 في 4x ناقص 1. السؤال الأول قال انشر وبسط العبارة أ. الثانيا قال حلل العبارة أ إلى جداء عاملين. الثالثا قال حل المعادلة اللي هي 4x ناقص 1 في x ناقص 3 يساوي 0. ثم قال حل المتراجحة اللي هي 4x مربع ناقص 13x زائد 3 أصغر أو يساوي 4x مربع زائد 29. إذن لننطلق على بركة الله. إذن ننطلق لقال انشر وبسط العبارة أ. إذن نكتب هنا النشر والتبسيط للعبارة التي اسمها أ بهذه البساطة. دققوا هنا أرجوكم. العبارة أ هذه لو نلاحظ إليها يا أبنائي إنها مركبة من حدين، ها هو حد وها هو حد آخر. ما رأيكم أبنائي لو ننطلق بننشر الحد الأول ثم الحد الثاني ثم نجمع بينهما؟ لاحظوا، لو نلاحظ هنا أبنائي هذا عبارة عن متطابقة شهيرة لرقم 2. نحن نعلم أن المتطابقة الشهيرة رقم 2 تقول أ، هكذا قد درستم، واللي هي أ ناقص ب الكل مربع يساوي لنا مربع الأول زائد مربع الثاني ناقص ضعف الجداء اللي هو ناقص 2 أ ب. هذه المتطابقة الشهيرة رقم كم؟ رقم 2. نطبقها. يقول أحدكم يا أستاذ لكن أين الأ؟ ها هو الأ هنا يا أبنائي، ها هو الأ، هذا كليا الأ، وها هو البي، ها هو أمامكم. تعالوا الآن نطبق عليهم وتصبح لنا تساوي مربع الأول مربع اللي هو أصبح لنا 4x الكل مربع زائد مربع الثاني مربع الواحد. كم يا أبنائي؟ لا تقول ناقص واحد، قلنا إنما هذا واحد، مربع واحد هو واحد، ناقص ضعف الجداء ناقص 2 في الأ، ها هو أ اللي هو كم؟ اللي هو 4x في ماذا؟ في ب اللي هو واحد. نكمل، تصبح تساوي لنا ماذا؟ لاحظوا هنا تصبح لنا مربع، إذا 4x مربع معناها تصبح لنا 16x مربع، لأن يصبح 4 مربع في x مربع زائد ماذا؟ زائد واحد ناقص، لاحظوا وهذا في هذا كم؟ يعطينا 8x، 8x في 1 تصبح لنا كم؟ 8x، ولكن لا ننسى الناقص قد سبقهم. نرتب الآن، نرتب تصبح لنا 16x مربع ناقص 8x زائد 1، هذه من؟ إنها 4x ناقص 1 الكل مربع. إذن هذه نحتفظ بها يا أبنائي هنا، لاحظوا هذا النشر الأول. نأتي الآن أبنائي إلى الحد الثاني. لو نلاحظ إلى الحد الثاني يا أبنائي هو ليس عبارة عن متطابقة شهيرة، إنما هو جداء لحدين، لاحظوا جيدا لعددين، ها هو أمامكم ركزوا. الآن نستعمل ما نسميه النشر مباشرة، فتصبح لنا تساوي لنا هذا في هذا، تصبح لنا 3x في 4x تعطينا 12x مربع. لماذا؟ لأن الأربعة في الثلاثة 12 والإكس في إكس هي جمع الأسس تصبح لنا إكس مربع. ثم ماذا؟ ثم هذا في هذا 3x في ناقص 1 تصبح لنا ناقص 3x. ثم عندنا هنا زائد، نضع هنا زائد، زائد 2 في 4x كم؟ 8x. ثم 2 في ناقص 1 تصبح لنا ناقص 2. نرتب فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا 12x مربع، وعندنا هذا مع هذا 8 وننقص لها 3 كم؟ تصبح لنا زائد ماذا؟ زائد 5x، قلت هنا زائد، وتبقى لنا ناقص 2. ركزوا أرجوكم، هذا لمن؟ هذا النشر لهذه العبارة، لاحظوا لهذه العبارة يا أبنائي، سوف نأخذه أمامكم، ركزوا. لكن هنا ماذا سبقت؟ سبقت العبارة بشيء اسمه ناقص. لا رأيكم أن نضع هنا ناقص؟ وبما أن هذه كليا نضربها في ناقص، فماذا يتغير؟ أنه تتغير كل
إشارة الحد، لاحظ تصبح لنا هنا ناقص وهنا ناقص وهنا زائد، لماذا؟ لأن عندنا هنا ناقص. الآن نأتي إلى أ أخيرا، أ يساوي. نأتي الآن إلى هذه العبارة التي توافق ماذا؟ توافق هذه لأنها هي. إذا تصبح لنا 16 إكس مربع ناقص 8 إكس زائد 1، ثم عندنا ماذا؟ ثم عندنا هذه العبارة مع الناقص، ها هي قيمتها يا أبنائي لأن ضربناها في ناقص، ونجمع ماذا تصبح؟ تصبح لنا ناقص نحملها كما هي، ناقص 12 إكس ناقص ماذا؟ 5 إكس زائد 2. لماذا أبنائي أكرر؟ هذه القيمة هي نفسها ماذا؟ هي نفسها هذه مع إشارة ناقص. لاحظوا الآن، الآن نكمل عملية الحساب فقط، لاحظوا نقطة نقطة، فتصبح لنا أ يساوي، تقول القاعدة نجمع كل حد مع أخيه الذي له نفس الأس أو نفس الدرجة، انظروا إكس مربع وهنا إكس مربع، فنجمع هذا مع هذا، ماذا نجمع؟ نقول 16 ناقص 12 لهم نفس الإكس مربع، إذا نجمع هكذا، ثم نقول زائد ونفتح قوس، عندنا هذا مع هذا، نقول ناقص 8 وهذا كم لديه؟ ناقص 5 مضروبة في إكس، لهم الإكس عامل مشترك، ثم عندنا هذا مع هذا، 1 ونضيف له 2 تصبح لنا 3، تصبح لنا أ يساوي 16 ناقص 12 تصبح لنا 4 إكس مربع. ثم عندنا هذا مع هذا تصبح لنا ناقص 13 مضروبة في الزائد، تبقى لنا ناقص 13 إكس، ثم عندنا زائد ماذا؟ زائد 3. هذه هي عبارة المنشورة فقط يا أبنائي. بعدما أكملنا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى ثانيا، قال حلل العبارة إلى جداء عاملين، إذا نكتب هنا ثانيا تحليل العبارة أ إلى جداء عاملين. لاحظوا جيدا وركزوا أرجوكم، هنا الأمر جد بسيط لكن عليكم أن تتعلموا شيء يا أبنائي. هنا في هذه العبارة كم يوجد لنا من حد؟ ها هو حد وها هو حد وها هو الفاصل بينهم، هو الناقص. لهذا لا يعتقد البعض أن يوجد لنا هنا، يقول يوجد لنا ثلاثة، لا، هذا كليا حد، ها هو الحد يفصل بينه الناقص والزائد. لاحظوا جيدا هنا أبنائي، لو ندقق هنا إلى هذه العبارة فنقول أ يساوي، سوف تلاحظون هذا في أصله ما هو؟ كل شيء مربع هو نفسه في نفسه، معناه يصبح مكتوب لنا 4x ناقص 1 مضروبة في ماذا؟ في 4x ناقص 1، لأن تعلم أن أ مربع في الأصل هو أ في أ، أي عدد مربع هو نفسه في نفسه، ناقص ماذا؟ ناقص 3x زائد 2 مضروب في 4x ناقص 1، لم أفعل شيء، إنما هذه العبارة جعلتها مضروبة في نفسها. قلنا الفاصل هو هذه، هذا المكان. في رأيكم ما هو الشيء الذي يتشابه ما بين هذه القيمة وهذه القيمة؟ إنه يظهر يا أبنائي، إنه يظهر هو ها هي 4x ناقص 1 وها هي 4x ناقص 1، تظهر كعامل مشترك، فنقول أ يساوي، ماذا يساوي لنا يا أبنائي؟ يساوي لنا 4x ناقص 1 كعامل مشترك. لاحظوا لو نقوم الآن بحذفه هكذا، انظروا، ونحذفه كذلك من هنا، انظروا، واستخرجناه كعامل مشترك إلى ماذا؟ إلى هنا 4x ناقص 1. دققوا أرجوكم، لأن بعدما حذف نزع كعامل مشترك ماذا ترك؟ ترك هذا القيمة وترك هذه القيمة فقط، لم يترك شيء. إذن فترك لنا 4x ناقص 1، وعندنا هذا الناقص ندخله هنا أصبح لنا ناقص 3x، ثم عندنا هنا أصبح لنا ناقص 2 هكذا، فأصبح لنا أ تساوي 4x ناقص 1، ونفتح هنا كذلك ونجمع 4x وننقص لها 3x،
عندكم أربعة أنقصوا لها ثلاثة، كم يبقى لكم؟ يبقى لكم إكس. يقول أحدكم يا أستاذ واحد، نعم واحد في إكس هو إكس حتى تفهموا. عندنا كذلك هذا مع هذا ناقص واحد، وعندنا كذلك ناقص اثنان. ليس في عندي ناقص وناقص، هو نجمع تلك الناقص تصبح لنا ناقص ثلاثة. هكذا هذا هو التحليل تلك العبارة أ. نقول بكل بساطة ومنه أ يصبح يساوي لنا 4 إكس ناقص واحد مضروبة في إكس ناقص ثلاثة فقط يا أبنائي، بهذه البساطة فقط. لو نعيد نشر هذه العبارة لوجدناها العبارة الأولى التي نشرناها ها هي أمامكم. انظروا، يقول أحدكم يا أستاذ جرب أمامنا حتى نعرف أننا نحن على صواب أم لا. تعالوا يا أبنائي سوف نجرب أمامكم. ها هي العبارة أ، ونأتي العبارة التي وجدناها كيف هي محللة، نقوم بنشرها. إن وجدنا العبارة أ هذه فنحن على صواب، إن لم نجدها فنحن مخطئون أكيد. تصبح أ يساوي، تعالوا ننشر، هذا في هذا كم؟ يعطي لنا 4 إكس مربع، ثم هذا كذلك مضروب في هذا يصبح لنا كم؟ ناقص 12 إكس. ثم ماذا؟ ثم عندنا هذا في هذا يصبح لنا ناقص إكس، ثم عندنا هذا في هذا يصبح لنا زائد 3، فأصبح لنا أ يساوي لنا، هذا لا يوجد أخيه هو لوحده، معنى يصبح لنا 4 إكس مربع. عندنا هذا مع هذا الناقص 12 ونضيف لها ناقص واحد كم؟ يصبح ناقص 13 من ماذا؟ إكس زائد ماذا؟ 3. هل قيمتان متساويتان؟ انظروا إنهم متساويتان، إذا نحن على صواب. لكن يقول أحدكم يا أستاذ الأمر هذا فهمناه، لكن هل هذا مطالب علينا في غدا في الامتحان؟ لا، قلت هذا للتأكد على أنك صحيح، أما إجابتك فتنتهي هنا في هذا المكان ولا داعي للتحقق، للتحقق في المسودة فقط يا أبنائي. بعدما أكملنا مع التحليل نأتي بعدها إلى السؤال الذي جاء بعده. قال حل المعادلة، ها هي المعادلة التي أعطيت لنا، إذا نكتب هنا حل المعادلة التي أعطيت لنا اللي هي ها هي أمامكم يا أبنائي. انظروا المعادلة، نحن نعلم أبنائي أن وجود عددين يساوي صفر إما أحدهما يساوي صفر أو كلاهما. نحن نعلم إذا قلنا آ في ماذا؟ في ب يساوي صفر. درستم يا أبنائي إما آ يساوي صفر أو ب هو الذي يساوي صفر أو كلاهما. لاحظوا أعطيكم مثال بسيط حتى تفهموه. إذا كان عندنا شخصان، ها هو شخص وها هو شخص، لاحظوا ها هو شخص وها هو شخص، وتركناهم في غرفة وتركنا لهم خبزة، ثم لما عدنا وجدنا الخبزة قد أكلت، من أكل هذه الخبزة؟ ها هي الخبزة، يعني الخبزة أمثلها بصفر، إما أكلها الأول أو إما الثاني أو كلاهما اتفقا وقسمها وأكلها. هكذا حتى تفهموا، يعني هذا الصفر افهموه كأنما هو خبزة، عبارة عن لتقريب المعلومة فقط. إذن فماذا ينتج لنا؟ يقول أحدكم أين الـ أ وأين الـ ب؟ ها هو أ وها هو في، ها هو في، ب يساوي صفر. قلنا من هو الذي يساوي الصفر؟ أحدهما يساوي الصفر، فنقول أي 4 إكس ناقص واحد يساوي صفر، أو ماذا؟ أو إكس ناقص ثلاثة يساوي صفر. هنا نكمل فتصبح لنا أنقل هذا إلى هذا الطرف، فتصبح لنا 4 إكس لكل عدد إذا نقلناه إلى الجهة الأخرى يغير إشارته فيصبح لنا واحد، لكن هنا دققوا 4 مضروبة في إكس. تقول القاعدة إذا كان عندنا عدد مضروب في أخيه إذا انتقل ينتقل إلى المقام مع إشارته، معناه لا يغير إشارة هذه الأربعة، فيحذف من هذا المكان ويوضع هنا. ها هو إكس يساوينا ربع، يعني واحد على أربعة. نأتي الآن إلى الجهة الأخرى، هنا أنقل هذا يا أبنائي إلى هنا فيصبح لنا ماذا؟ أي إكس كم يصبح يساوي؟ يقول أحدكم لكن يا أستاذ هذا الأربعة لما نقل لم يغير إشارته، لكن ذلك في والآخر ناقص أو زائد اللي هو جمع، إذا لما ينقل إلى الطرف الآخر يصبح لنا ثلاثة. هذه هي حلول هذه المعادلة. لو يريد أحدنا أن يتأكد هل الجواب الذي وجده صحيح أم غير صحيح، ما عليه إلا أن
يأتي يا أبنائي بهذه القيمة ويضعها في هذا الموضع ويجرب، فيقول 4 في 1 على 4 ناقص 1 هل يساوي 0 أم لا؟ دققوا، هذا يختزل مع هذا، فيبقى لنا 1 وعندنا ناقص، ناقص 1 يساوي 0، إذا نحن على صواب، معناه جوابنا جواب صحيح. نأتي كذلك إلى القيمة التي وجدت بعدها اللي هي هذه الأمور قلت في المسودة للتأكد فقط، نضعها هنا، فأصبح لنا 3 ناقص 3 تساوي 0، إذا نحن على صواب، إذا إجابتنا التي وجدناها يا أبنائي حلول هي x يساوي لنا ربع و x يساوي لنا 3 بهذه البساطة. نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الرابع، قال حل متراجحة، إذا نكتب هنا حل المتراجحة التي أعطيت لنا، ها هي أمامكم عبارتها يا أبنائي، اللي هي 4x مربع ناقص 13x زائد 3 أقل أو يساوي 4x مربع زائد 29. لو تدققوا إلى هذه العبارة أليس هي أ التي قمنا بنشرها يا أبنائي؟ يقول أحدكم كيف يا أستاذ؟ ها هي يا أبنائي، انظروا إنها أ التي نشرت من قبل، لكن هذا لا ينفعنا في شيء. ننتبه الآن جيدا، فما رأيكم أن أنقل هذه إلى هذا الطرف وهذا أنقله إلى هذا الطرف، فتصبح لنا 4x مربع ناقص 13x، ماذا؟ لما ننقل هذا إلى هنا فيصبح لنا ناقص ماذا؟ ناقص 4x مربع أقل أو يساوي 29، والثلاثة لما تنقل إلى الطرف الآخر سوف تغير إشارتها. نلاحظ أن هذا العدد وهذا العدد متساويان ومتعاكسا في الإشارة، فيذهب هكذا، فتبقى لنا ماذا؟ تبقى لنا ناقص 13 أقل أو يساوي، لاحظوا إلى هذه القيمة 29، ننقص لها 3 تبقى لنا 26، لكن هنا نسينا إلا شيء، أنه هنا الإكس، إذا ننتبه، قلت هنا أبنائي إكس، أعتذر، لاحظوا سوف أكتبها أفضل، إذا تصبح لنا قلنا 3 ناقص 13 إكس أقل أو يساوي لنا 26، لكن هنا تقول قاعدة إذا كان هذا العدد عدد سالب فعلينا أن نضرب المتراجحة في ناقص واحد لتغير اتجاهها، فتصبح لنا ماذا أبنائي؟ لو نضرب المتراجحة في ناقص واحد تصبح لنا هكذا، ناقص واحد مضروبة في ماذا؟ في ناقص 13 إكس، لكن المتباينة سوف تغير أو المتراجحة سوف تغير إشارتها تصبح لنا ناقص 26، الناقص في الناقص أصبح لنا ماذا؟ أصبح لنا زائد، أصبح لنا 13 إكس أكبر أو يساوي لنا ماذا؟ ناقص 26. الآن بما أن هذه القيمة هذا العدد موجب فلا يؤثر، فماذا يمكن أن نقول؟ نقول إكس يصبح أكبر أو يساوي لنا ناقص 26 على 13، إذن له الحق أن ينتقل. لاحظوا جيدا نقطة نقطة أبنائي، إذن ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا أنه إكس يصبح أكبر أو يساوي لنا ناقص 2، هذا هو حل هذه المتراجحة. معناها لو نأتي الآن إلى رسم معلم هكذا ونقول أنه هنا يوجد الناقص ما لا نهاية وهنا الزائد ما لا نهاية، قال الإكس يكون أكبر إذا قلنا ها هي الناقص 2، فيكون الحلول يا أبنائي سوف تكون هنا هكذا، لماذا؟ لأن يا أبنائي قال إكس أكبر من ناقص 2، هذا هو حل هذه المتراجحة بأبسط طريقة فقط يا أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، كما أحيطكم علما أن كل تقريب ليبيا من 2008 إلى 2015 كلها محلولة يا أبنائي، لكن لإيجادها مثلا سوف نكتب مثلا ترقيض مسألة هكذا مثلا 2011، سوف تريد مسألة بيام، نزيد كلمة هنا بيام هكذا حتى تعلموا، بيام 2011 الأستاذ نور الدين، سوف تجدون ذلك، اكتبوا النشر، اكتبوا النظرية الطالس، اكتبوا أي شيء يتعلق بالسنة الرابعة سوف تجدونه إن شاء الله. وفي الأخير وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.